في وقت يتلقى البطريرك الماروني مارشال بطرس الراعي سيلا من الهجمات نتيجة المواقف التي أطلقها في فرنسا، ثمن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي زار ديمان طرح الراعي ووصف مواقفه بالمتكاملة ولمصلحة لبنان. فعلى متن طوافة عسكرية وصل رئيس سليمان إلى ديمان وتناول الغداء إلى مائدة الراعي في حضور الكاردينال صفير وحشد من مطارنة الكرسي البطريركي والكهنة. وبعد خلوة على شرفة جناح البطريرك المطلة على الوادي المقدس دام ثلاثة أرباع الساعة، عاد وانضم إليهما صفير لحوالي ربع ساعة، رأى الرئيس سليمان أن الراعي نجح في نقل هواجس المسيحيين إلى السلطات الفرنسية. ماذا بشأن الهجمات التي تعرض لها البطريرك الراعي؟ كيف تردون؟ كيف تدافعون عن البطريرك الراعي؟ البطريرك الراعي منه بحاجة لحد يدافع عنه، وهيدي النقاشات اللي صارت هي دليل نجاح الزيارة، وأنا متأكد أنه مواقف البطريرك ما بتخضع للسياسة أو للتوظيف السياسي. مواقف البطريرك تنبع من دوره المهم، دوره كمسؤول عن مسيحيين لبنان والشرق الأوسط، وكدوره عن استقلال لبنان وسيادته، الدور القديم المتلازم مع دوره بكركي. من هون البطرك من هالمنطلق هذا كان عنده هواجس وكان عنده طرح متكامل طرحه قدام السلطات الفرنسية، واللي ظهر منه هو أجزاء متناثرة، ولكن هو طرحه متكامل وهو في مصلحة لبنان. وبعد الصلاة في كنيسة الصرح توجه الجميع إلى صالون الصرح الكبير، حيث قدم منسق عام رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي لوحة زيتية لحديقة البطاركة إلى الرئيس سليمان، وقدم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف لوحة بشرى النور إلى البطريرك الراعي، وقدم أمين عام رابطة قنوبين جوزيف فرح لوحة أرض القداسة والتراث إلى الكاردينال صفير. وإلى حديقة البطاركة توجه الجميع، حيث احتفل الراعي بالذبيحة الإلهية في حضور سليمان ووزيري الداخلية مروان شربل والبيئة ناظم الخوري، إضافة إلى النائبين ستريدة جعجع وإلي كيروز، وممثل عن نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس، وحشد من الشخصيات. البطريرك الراعي وفي العظة صلى من أجل صمود لبنان ومن أجل أن يؤدي رسالته ودوره في محيطه المشرقي. ينبغي علينا أن نصمد كلنا في لبنان لكي نحمي وطننا، ولكي نساعد إخواننا في هذا العالم العربي على الصمود والغلبة بالحوار وإجراء الإصلاحات اللازمة وتأمين الحريات والحقوق، بعيدا عن لغة الحرب والعنف التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الشر والعنف والموت والدمار. هذا وأزاح رئيس سليمان والبطريركان الراعي وصفير الستارة عن تمثال البطريرك يوسف أصطفان وآخر عن تمثال الراعي. صحيح أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في ديمان تأتي ضمن إطار تقليد سنوي قبل عودة البطريرك الماروني إلى مقره الشتوي في بكركي، إلا أن زيارة اليوم تكتسب في توقيتها بعدا سياسيا ودلالة معينة، لا سيما بعد السجال الذي أثارته المواقف الأخيرة للبطريرك الراعي في العاصمة الفرنسية. من الديمان، دارين دعبوس، قناة الجديد.